رأيت إنه من حق المذيعة إنها تقول إيه إحساسها وهي قارئة النشرة سميرة الكيلاني. قعدت مع المذيعة قلت لها يا سميرة أنا سأجري معك حوارا وأرجوك إنك أخرجي من سمت المذيعة القارئة النشرة. أصلا ممكن أسألها أقول لها إيه رأيك في كلمة إعداد فتقول لعل هذه الكلمة كلمة جديدة فتتقعر. فقلت لها من فضلك اخرجي عن هذا السمت وكلميني بشكل بسيط. ولأول مرة دارت عرسة البرنامج وكان مع المذيعة ورق فيه النقاط مش الأسئلة طبعا، وأيضا ورق مع المخرج فيه خط السير. ولأول مرة تظهر على الشاشة كلمة إعداد مفيد فوزي. وقد فرحت جدا أنني كنت أعتبر نفسي في ريادة هذا العمل. حين صرت المحاور صار الإعداد جزء من طبيعة عملي. طبعا يعني صياغة سؤالي تختلف عن صياغة سؤال أحد آخر.